بيخفف الكرش والله. طبعا تقول لي انت شكلك مو عراقي، من شكل العز؟ Is that the real Turkish cement? Turkish cement, yes. بس قبل ما نبدي وراويكم الأماكن الحلوة جوا، أسألكم شغلة، شنو رأيكم بهذا التيشيرت اللي أنا لابسه تبع؟ وهذا طبعا السكارف اللفاف منه يعني فشي رهيب. الشغلة الحلوة بهذا المكان بأنه كل منطقة بيها جزء يمثل بلد، يمثل حضارة، يمثل كلتشر. فاليوم أنا الشغلة اللي أرد أسويها أرد أصور كل الدول العربية اللي عندي متابعين بيها. شو هذا التنين الصيني معصب ومسوي دايت، ما متحمل جوعان عصبي. شوفوا الملقي. ساعة بيج بن طبعا متوقفة زي حاليا بلندن لان يسكتوها. هذا طبعا نصب الحرية الموجود بأمريكا ورانا. يعني عندي معلومة صححوا لي اياها صح او غلط، بانه التصميم صار بفرنسا وكان المفروض تروح لمصر، لكن لأسباب ما انتهت وصارت الأمريكا وصار هذا التمثال التاريخي. فكتبوا لي هل صح المعلومة أو لا. هسه حراويكم ليش أتندم من أجيب كل تراضي وياي بالجنطة وما يصير عندي مكان. شوفوا شوفوا هذا المكان الحراكم. طبعا شباب بنات فلتت على السريع، اهل المحل عراقيين وحزروا شنو دايت داخشون سياسه. لك عمي ما حنشبع من السياسه، ما حنتعب، خل نحكي في شيء حلو، موضوع بي امل بي تفاؤل. بس شو نسوي، الانتخابات والمن ملينا ملينا. شباب بنات المن لقيت حزروا جماعة نور ومهند. أبي أخوف روبلا مشكل يس. شكرا يدو ذا زي تركيش آيس كريم. يس تركيش آيس كريم. Very very nice, very very good. Name is chicken crab. ها؟ Name is, your name is chicken crab. Chicken. تركي تركي. Yes. Okay. Thank you very much. الله الله. سميت 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 بالعراق وسناس سموها سميت يعني مدللة. بس هو هسه دا يحكي لي يقول بأنهم بتركيا هاي عندهم الخبز الرسمية، الخبز الوطنية، يقول الكل يأكلوها ويا الغداء ويا الصبح ويا العشاء ويا لاي دايت. عمي دايت بس ما تتفوت يعني فتشي كلش خبو. والله مش قادر لما يا. What do you do here? Huh? What do you do? I don't do nothing. Nothing? I just selling. Fresh fruit, fresh juice. So you flirting with the ladies, no? No. No? No. Was he flirting with the ladies? No. No? Yes, yes, yes. He does, huh? No, I don't. I don't. Play boy. I don't. تحية المتابعين من الأردن. لقيت المكان هنا مالكم. هاي هنا البنات يخبرون يسكيفون على هذا المحل. هذا الريسبشن كله مجوهرات وملابس. اقول لكم هاي علقته هناك، هاي يمكن جماعتنا هذه. هاي 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 الدقه والموسيقى الا ما تطلع عراقيه. هاي والله عرفت.
شوف مرجوحة بالمسطوحين هنا شوفوا شغلة أغلب الأماكن الثانية أول ما تفوت ملابس أكل شوفوا الجانب العراقي أول ما تفوت موسيقى والسكشن الثاني هو الفن الرسم مسكل يا بس احنا صار لنا نقاش هنا انا بهذا محل العطور تقول لي انت شكلك مو عراقي من شكلي العد لا ملهجتك مو شكلك لهجتك يعني كانه مو عراقي مين مبين بس توقعت انه انت مصور لانه قاعد تاخذ صور بطريقه محترفه يعني شوفوا يا باحتراف احتراف بس لهجتي مين مبين فكرتك لبناني يعني كذي والله شنو عندكم هنا انتم بهالمكان احنا عندنا زيوت حق الجسم والشعر طبعا ناتشرال بدون اي اضافات عشان ما تخرب الشعر وبنفس الوقت تعطر الشعر مده طويله وانت فراور حلو طبعا يعني هو المكان يسوون اشياء مال شعر فطبعا مو لي بس اللي عنده شعر ويحب يجي المكان له اقول لكم شغله اني راح تثبلني من صدق حتى بالتعليقات يكتبوا لي انت عراقي لهجتك مو عراقيه اني المتابعين العرب لهجتي كلهم من بين لهم عراقيه بس قسم من متابعين العراقيين من بين لهم فيعني شيء كلش استغرب منه يعني هاي لهجتي بغداديه احكي مثل ما كنت عايشه هناك لحد نهايه التسعينات بس يمكن هسه اللهجه جزء مختلفه تحية المتابعين من دولة الكويت لسه وصلنا للمكان سجاني ولد طبعا يسألني نصائح مال تصوير لأن شايفني بالكاميرا والهذي هم بيضرون هذي على قدي دوبك المشي طبعا بالمناسبة بس احنا بمكان دولة الكويت التقينا بيوتيوبر كويتي انسان راقي جدا وحبوب انتو اكيد شفتوه بالتغطية اللي سويتها بافتتاح السبيس وتعشينا سوا وكان اهو جبر عراقي يتخبل كلش حب عليه اعطيكم معلومة شباب بنات هذه الفاكهة يقولون اللي ياكلها ويشوف اي انسان ورا ما ياكلها راسا يوقع بالحب يعني هاي تحذير شباب بنات طبعا عداد الجوع واصل 20 مليون بس شوفوا ايش خذت هاي واحدة وقعت بالفخ فاشتريت هاي الفاكهه اللي قلت لكم عليها فهسه ورا ما اكلها عاد اشوف لي فشوفه تسوى يعني حتى ما اتورى احنا دخلنا بالجزء اليمني راسا استقبلنا بكرم اهل اليمن وهذا العسل هذا عسل طبيعي شنو فرق العسل اليمني عن باقي الاماكن المناخ والشجر ونوعيته والعسل المصفى بفوائد مختلفه ولا العسل اليمني بجميع خواصه لا يستخرج منه لا غذاء نباتات ولا بروبلس ولا يعصر مع جميع الخواص بخلاف العسل الاخر ممكن يستخرج الحاله كل خاصيه تستخرج الحاله بعض الجيران ياخذ غذاء الملكات الحاله يباع بالجيران ياخذ حبوب اللقاح يباع بالجيران ياخذ البروبلس يباع بالجيران لكن العسل اليمني يخلط بالطريقه القديمه يعصر يعني بالطريقه القديمه يخرج مع فوائده حلو اضافه الى ذلك نوعيه الاشجار المناخ الموجود في اليمن هنا حطه؟ يا عادي ما مشكلة تسلم هذا عسل السمر ممتاز للباطنية للمعدة للقيلون فقر الدم هذا طبعا هذا اللون اسود طعمه مختلف عن ذاك الثاني على سلام شكرا شباب وصلنا المقطع اللي فيه الجانب المغربي تحياتنا لكل متابعين المغرب نحبكم بالزاف صورت لكم الطاجين شباب بنات طبعا اللي يطبخ بالطاجين ويجربه طعم الاكل يطلع مختلف كلش وانا مسوي لكم بحلقة عن انه الاكل المغربي بصورة عامة هو الاكل الاكثر صحية بالوطن العربي والسمنة عندهم الاقل بالوطن العربي يعني اكلهم طيب وصحي احسن من الباقين فمفروض نتعلم نشتري طاجين ونطبخ اكل مغربي تحية المتابعين من المملكة العربية السعودية شوفوا انواعنا
أقول لكم شغلة، تراني الحمد لله الحمد لله معايش بلد عربي، كان مستحيل أسوي دايت يعني بس لا لازم، حتى لو عايش هنا أنا ألتزم بدايت، يعني هي المجريات بكل مكان، بس هنا المجريات لونها حلو طعمها حلو شكلها حلو، كارثة كارثة واحد بين بيروح أنواع الأكل. تحية المتابعين بمصر، طبعا البناء كلش حلو للجانب المصري، شوفوا شلون شوفوا شلون مسوي يعني مثل الأهرامات شيء كلش حلو. أريد أطلب من متابعيني فالطلب مهم كلش. صار إحنا هسه عندنا إدمان من جينا بهالجيع على شاي الكرك اللي سووه، أريد أحد يكتب لي الوصفة ماله بالضبط بحيث يطلع مثل ما إحنا نعم، مو وصفة حمدية مال الوصفات ذيك السوالف، لا لا وصفة يعني مال شاي الكرك. ستشوفوا التحدي صار، مشتهي شاورما عربية طبعا هاي اللي لفوها وقطعوها، ومطعم هناك اسمه ملوك الشاورما، ويما مطعم اسمه كبابشي، ومطعم ثاني اسمه بيت الكباب، فهسه مليوصة ان شاء الله يا هوستار ما اعرف. هذا المكان كباب وصنع، قررت على ملوك الشاورما، طلبت شاورما دجاج عربي هاي المقطعة، فان شاء الله طيبة. اسم السوري حياكم الله للقلب الطيب. دخلنا هسه القسم السوري، وهنا عندنا شنو عندك بالبوث هنا؟ هلا جيت انت على الوجع، عندي الوجع فريش. هذا الحل كله هذا وجع ولا هذا؟ هذا لانه ليش؟ بيقولوا لك على الرمان فريش بخفف الكرش. والله يعني مو وجع كل شباب الكرش. وصفة يعني؟ طبعا، وبيطول الرمش. لقينا وصفة رأسا. وش يسوي للصبايا؟ طول الرمش. طول الرمش مو بس لانه بيفيد الصبايا بعد. زين، واللي ما متزوجة تحصل عريس؟ طبعا، لانه ليش؟ لانه صافي 100% وبتطلع طلوع بسرعة 100 والعرسان بجوا بالمية. ليش؟ إيه؟ لانه الرمان بيزيد نشاط وحيوية. ها؟ أيوة. وجهه يصير احمر. ايه طبعا. زين شو اسمك؟ بيطول رمشه. شو اسمك؟ بيخفف كرشه. اسمك شنو؟ انا شو بدك اسمي؟ شو اسمك؟ اسمي شكري. يعني. شكري حبيبي ودعم. شكري اعطيك فكره، اذا سويت قناه مال يوتيوب وتعطي هالوصفات تصير رقم واحد. يا سنافر. جرب. يا سنافر. جرب، هذا رمان خالي من الالوان، بنشط لك القلب وبروق لك الدم. بيقولوا لك على الرمان فيه ماده مضاده للاكسده، يعني وينه صحي فريش. صراحه طيب جدا، عاشت ايدك اعطينا واحد، سوي لنا واحد ما ردك يعني ورا الكلام الحلو. خلاص انت يعني حتى مال الشام هذا بدون سكر وبدون الوان. على راسي على يعني راسي. لازم تشوف شباب بنات، يبدو لي بانه ما شفت كل الدول العربيه اليوم، بس شفت دول كثيره. اتمنى عجبتكم هاي الرحله، عجبتكم هاي الفلوقات، عجبتكم السفره، الاشياء اللي صارت بينا حبيت اشاركها وياكم. اتمنى صار لكم مجال والفرصه تزورون كل الدول اللي تحبوها، تسوون وتحققون الاشياء اللي تحطوها ببالكم. انتهى يومنا، انتهت سفرتنا، ان شاء الله تجيكم فيديوهات جديده، معلومات جديده، اشياء تونسكم وتفرحكم، والاهم تفيدكم وتساعدكم على تحسين حياتكم. احبكم كلكم، اشوفكم بالفيديو الجاي، ويومكم